الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا ما تشتغلوا بيزول بيتكلم برا ده، أصل ده متعودين عليه. طيب، قال سؤال يقول: أنتم تقولون إن القنوات الفضائية مليئة بالفساد، أين أنتم من الإعلام المرئي والمقروء، أي التلفاز والجرائد؟ والله نحن يعني ما بنلقى طريقة، وإذا لقيت لنا طريقة بنجي طوالي، ما عندنا أي مشكلة. طيب، قال: أفدني جزاكم الله، هل إذا أردت أن أقول كلمات المطار ما أعرف ليه خلط خيش فيش أم أقول مطار؟ أنا ما فهمت السؤال. طيب، قال: هل يجوز، ما تشتغلوا بأخواننا الكلام ده متعودين منه. طيب، قال: هل يجوز لنا أن نقرأ كتب التوراة والإنجيل؟ دراسة يا أخواننا كتب الضلال، سواء كانت الكتب التي سبقت كتاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وطالتها يد التحريف، أو غير ذلك من الكتب التي وضعها بعض الضلال، هذه لا لقراءتها أحوال. الحالة الأول أن يكون الإنسان عنده من العلم وعنده من المقدرة على مطالعة هذا الباطل والرد عليه، فهنا وجب على الإنسان أن يطلع على هذا الباطل ويرد عليه، خاصة إذا كان هذا الكتاب منشورا بين المسلمين. يعني مثلا إذا طلع كتاب من كتب أئمة الضلال يقدح في الإسلام ويطعن في الإسلام وفي عقيدة المسلمين، ده الواجب على من عنده العلم، ويفرض عليه فرضا عينيا أن يرد على هذا الباطل، وأن يكفي الأمة هذا الواجب الكفاية. فهمت؟ يرد عليه رد علمي ويكشف الباطل اللي عنده عشان يسقط الإثم عن الأمة. فهنا نقول أنه يشرع له أن ينظر في هذا الكتاب. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهود بيهوديين وقد زنيا، يهود ويهودي زنوا، فقام اليهود غيروا حد الله سبحانه وتعالى، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تجدون من ما يفعل بالذي يزني عندكم؟ قالوا: نفعل به كذا وكذا من غير حدود الله. فعبد الله بن سلام قال للرسول عليه الصلاة والسلام: الناس ديل في التوراة الواجب عليهم أن يرجموا الزاني المحصن. فربنا سبحانه وتعالى قال: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم شنو؟ صادقين. فجاءوا بالتوراة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحبر من أحبار اليهود أن يقرأ التي فيها آية الرجم. قال: فصار يقرأ، فلما جاء على آية الرجم وضع أصبعه على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: مره يا رسول الله. فليرفع أصبعه، قال: فرفعه فإذا آية الرجم تلوح. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم أنا أول من يقيم حد الله بعد إذ أماتوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك دفع دليل على إنه يجوز للإنسان أن يأتي بالكتاب الباطل لإقامة الحجة على المخالف، أو على من يرجى إسلامه، أو أن يكسر به مبتدعا يدعو إلى هذه البدع الباطلة. فهنا يشرع للإنسان أن يأتي بالكتب وأن يبين الأدلة للناس. أما إذا كان الإنسان يطالع في هذه الكتب وليس عنده علم وليس عنده مقدرة على الرد على ما فيه من الباطل، فهنا نقول أن المطالعة حرام في هذه الكتب. عرفت؟ وكذلك النظر في الكتب التي فيها العلوم التي تضر ولا تنفع،
زي العلوم بتاعت الفلاسفة، عبارة عن شغل بتاع غلات. ودول قروا ناس الترابي، وقروا ناس الصادق المهدي، وقرأته فطوم أحمد إبراهيم أرجى الراجل في الحزب الشيوعي. ديل هم القروا العلوم دي، علوم كلها فارغة ساكت، شغل بتاع صفصطة وشغل بتاع جدل فارغ ما منه أي نتيجة، إلا إنك يضيع عقلك وتضل عن سواء السبيل، فهمت؟ فهنا يحرم. وكذلك النظر في كتب السحر، كتب السحر ما بيجوز لك تعاين فوقها تقول نعرف الحق من الباطل وكذا وكذا، ما بيجوز لك انك تعاين فوقها، فهمت؟ وكذلك كتب المضلين زي الكتب دي اللي بيجيبوها لك اخواننا ويردوا لك على الباطل اللي فيها، دي ما بيجوز لك النظر فيها الا اذا كان عندك الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تبطل فيها ما في هذه الكتب من الباطل. وسوى ذلك حرام على الإنسان أن يروج أو أن يقتني هذه الكتب أو أن ينشرها بين المسلمين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد صحيفة من التوراة بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو أن موسى بن عمران كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك يا أخوان الإنسان ما هي حاجة يقوم عليها الله، في ناس بيخشوا المواقع، في ناس تلقاه ما مباري حزب ولا جماعة لكن راسه ملان ضلال، يفتح غنوات والإعلام إلا من رحم الله فيه ضلال. الموضوع ده ما واقف على الكتب برا، الموضوع ده ما واقف على الكتب برا، افتح قناة بتاعت روافض سموها لك فاطمة الزهراء أو كذا أو كذا من الأسماء اللي بتغر الزول الجاهل، فيقوم يقعد يحضر ويحضر، بعد شوية يركب فوقه المنهج بتاع التشيع وهو يحسب أن هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما كان زول كويس بعد شوية تلقاه يسب الصحابة رضي الله عنهم ويقول القرآن محرف وغيره من أباطيل الشيعة وأهل الضلال. ولذلك الواجب على الإنسان يا أخواننا أنه يحذر وما يسمع لأي أحد وما يقرأ في أي كتاب، وأي زول قال لك ده دين طوالي تشيل، فهمت؟ طيب، ما حكم الدعاء بعد الصلوات جماعة؟ يعني الدعاء بعد الصلوات لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بدعة من البدع. والدليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو جنه، فهو رد. يعني أي عمل ما عليه دليل من الكتاب أو السنة فهذا العمل مردود على صاحبه، باطل فاسد لا يصح، عرفت؟ ما بيجوز الإنسان يتعبد بعبادة ما عنده دليل. فالدعاء عقب الصلوات ده ما عنده دليل، عرفته؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالصحابة، وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا للصحابة جماعة بعد عقب الصلوات المكتوبات، فهمت؟ وفي ناس بيقول لك إذا أنت ما دعيت لنا صلاتك دي صلاة ناشفة. يا زول صلاة دي كاملة يا زول. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحليلها التكبير، تحريمها التكبير وتحليل التسليم. كبرت تكبيرة الإحرام أنا بديت الصلاة، سلمت أنا كملت الصلاة، كده أعمال الصلاة انتهت. بعد ذاك الأذكار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الواحد يقوم يجيب بدع، وفي ناس ذاته ما حافظين الأذكار الشرعية دي، مفرطين فوقها. واحد يقرأ لك يقول لك تقرأ بعد ما تسلم طوالي، يقول لك تقوم تقرأ فإن تولوا فقل حسبي الله، فهمت؟ وفي ناس عندهم أدعية براهم، وفي ناس بيقول لك اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، عرفت؟ فأنت الواجب عليك تلتزم باللفظ الشرعي والأذكار الشرعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة، ما بيجوز يا أخواننا الإنسان يقول عليك السلام، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. طيب،
قال هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب اللون الأخضر كما يدعي الصوفية اليوم؟ وما هي اللون الذي كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب من الثياب الأبيض، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب البياض، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسه الناس وأن يكفنوا فيه الموتى. وأما الصوفية فإنهم لا دليل لهم، لا دليل عندهم، وليس عندهم مرجع، وليس عندهم إلا الهوى وإضافة البدع إلى الإسلام. واحد تلقاه لابس أخضر في أخضر، ما لك في شنو يا زول؟ كويس؟ وهذا يعتبر من لباس الشهرة، لأنه نحن معروف عندنا في السودان إما تلبس لك بنطلون وقميص زيك وزي الناس، أو تلبس لك جلباب أبيض أو غيره زي ما بيلبسوا المسلمين. فهمت؟ فالواجب على الإنسان يا أخواننا أنه يتحرى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس وماذا يلبس، ويبتعد من ما يفعله الصوفية. أنت عارف من غرائب اللبس عند الصوفية في كتاب اسمه الكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعة، ده بتاع عبد المحمود نور الدايم، ده جد السمان المات قبل فترة في طابة، ده المات قبل كم يوم، ده جد طوالي، وهو اللي بيروج للكتب بتاعته دي، الجيلي ده مات. فهمت؟ فدا عبد المحمود نور الدايم قال من كرامات الشيخ قال عنده حوار مشى البحر، قال الحوار، قال لما حصل البحر الموج يتكلم مع الحوار، الموج بتاع البحر يتكلم مع الحوار، قام قال للحوار قال له جيب ملابسك غسيلة لك، والله الذي لا إله غيره مكتوب في الكتاب الصفحة تقريبا 171. فهمت؟ قال قال فزعل الحوار، الشيخ زعل، قال زعلان انت وقت تلاقي الموج يغسل لك؟ طيب انت مشكلتك شنو؟ انا لو لقيت لي بحر زي ده ما الله اداني ذاته. فهمت؟ وكمان لو لقيت لي طاحونه بتكوي يكون طمت لي الناقصه ياخذ هوا ساكت. لكن الصوفيه ديل دارين يبقوك زول بليد، زول ما بتفهم، تقعد تباري شيوخ والفكيا وما يكون عندك اي عقل، عقلك تجدعه بعيد، تباريهم في الصح والغلط. فهمت؟ قام بعد ذاك قال فشكى الموجة للشيخ، ده الحوار، أي حاجة عند الصوفية جاتك طوالي تجري للشيخ. أبويا الشيخ قال له والموج قال لي جيب هدومك غسلها. وطيب بس الموج ده ما زول كريم لكن طبعا ده بيفهم الصوفية يعني، طيب ده ما كريم داري غسل لك هدومك زعلان مالك؟ قام قال الشيخ قال للموج قال له ما تقول للزول ده كده تاني لأنه من كبار أولياء الله. هو الساكت، هو الساكت. فهمت؟ وفي كتاب تاني قال الشيخ لما جاء قال يغسل هدومه في البحر قال الموج زحى منه، لأنه قال الموج ما ممكن يشوف أبوك الشيخ عريان يا زول. والشيخ ده والله ما تخلينا نقول لك ساي، لكن هو ما داير له موج يزح منه. فهمت الموضوع ده؟ ما موضوع بتاع بحر الله يهديك عشان تقول لي الشيخ وما الشيخ، لكن ديل دارين يطلعوك انسان ما عندك مخ ولا عندك دين ولا عندك عقيده. اوعك تباري الصوفيه، تقول لك بيقيفوا على لبس الاخضر براو، الناس ديل بيورطوك بدل ما كنت زول تمام وريحتك كويسه. فهمت؟ وزول مقبول في المجتمع وزول سوي وزول بتتصرف صح، تقعد تباري الصوفية يقلعوا لك لبسك الكويس ويلبسوك مرقع. يقول لك طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الجبة بتاعته مرقوعة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبة بتاعته مرقوعة لأنه دي النفقة حقته. لكن انت يا صوفي ماكل ناقة صالح تجي تقول لي مرقوعة ليه؟ بعدين المرقوعة دي أغلى من الجلابية العادية،
الحوار بيقول لك جيب لي من القماش ده ربع متر ومن ده ربع متر، بيخرب الطاقة كلها. بالله شو الصوفية ده المضرين كيف؟ فهمت؟ اخرب الطاقة كلها، والشغلة دي مكلفة شديد. بعد ذلك يقول لك عشان تبقى ولي ما تستحمى، عشان تبقى نبي الله الخضر، تبقى زول عفن، فهمت؟ قبل شوية نحن قبل صلاة العصر كنا في المنطقة بتاعت الخرطوم، واحد الله يكرمك زول ريحته عفنة، فهمت؟ لو دار تقف جنبه إلا شيلك مشبك تخطه في نخرينك، فهمت؟ قالوا ده ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، وغاشي لك الناس، وناس بيشتروا له عربية، وواحدين بيغيروا له كل سنة، ناس غاشين الناس كويس. بعد ذاك يمشوك حفيان، يقول لك الشيخ الحفيان والإمام الذهبي رحمه الله وغيره من أهل العلم ذكر في سير أعلام النبلاء بشر الحافي، لأنه ده برضو بعض مرات الصوفية بيقول لك بشر الحافي وكده. قال خش لي واحد من الفقهاء أو من العلماء، قام دق الباب، البيت بتاعته جات، قالت من بالباب؟ قال بشر الحافي. قالت لو اشتريت لك نعلا بدانقين لزال عنك ذاك الاسم، لأنه ده اسم بتاع شهرة. يقول لك أبوك الشيخ الحفيان، وأبوك الشيخ الصائم ديما، وأبوك الشيخ الصامت، الشيخ الصامت ناس يعتبروا، فهمت؟ وغيره. وده كل أخواننا ده عبارة عن رياء وإدلال على الله سبحانه وتعالى بالعبادة. يعني كأنه أنت بتقول لي الله يا الله شوف نحن شغالين لك كيف، شوف العبادة دي كيف، صائم ديمة، مع أنه دي ذاتها حرام، تصوم ديمة حرام، فهمت؟ ما بيجوز من الكبائر أنه الإنسان يواصل ويصوم الدهر كله، فهمت؟ ده كله شغل بتاع صوفية وهوس. بعد ذاك يمشي يدخلك المسجد، وبعد شوية يربطوك مع الدراويش ويدقوك، بعد شوية تبقى لافي بتسوق في الأكياس والله جد، وتبقى درويش تقعد تلفلف في الحلقات بتاعت الصوفية، وتاكل في التراب بتاع القبر، فهمت؟ وبرنامج طويل جدا، تمالكم على الشغلة دي، خليك مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس البياض. طيب سؤالين نجاوب عليهم سريع. قال ما الفرق بين الكافر والمشرك؟ الكافر يا أخواننا أوسع من المشرك، لأنه الكافر يدخل فوق المشرك وغير المشرك. المشرك ده ما نوع واحد من أنواع أو جنس واحد من جنس الكفر، عرفتها؟ يعني مثلا يقول لك محلية شرق النيل، فهمت؟ ومحلية أم درمان، محلية أم بدة، محلية جبل أولياء، ديل كلهم قاعدين جوا ولاية الخرطوم. الكفر ده شيء الأعم، والجزء ده شرك، لأنه في النفاق برضو، ده برضو ممكن الإنسان يمرق به بر الدين، والنفاق يدخل أيضا في الكفر وغيره من الأمور. فالشرك هو أن تساوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، زي اللي بيعملوا الصوفية ديل، إنا بخب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل، ها؟ وإذا كنت في هم وغم وكربة فقل يا مرغني آتيك بسرعتي، ده مشرك. أما زول اللي بيجي يقول لك غير الله بنزل المطر، ده كافر، فهمت؟ أو زول اللي بيجي يقول لك الله ماف، زي الحزب الشيوعي السوداني، ومهما صليت يا شيوعي، مهما صليت ولو حجيت وعمرت وأكلت السودانيين ديل تد، وركبتهم كلهم عربات، فهمت؟ وبنيتهم كلهم عمارات، وأي واحد عرست له أربع نسوان وأولادهم عالجتهم لهم بالمجان، وقريتهم بالمجان، والجامعات مجان، والداخليات مجان، وصلحت الكباري، فهمت؟ وعمرت البلد، فهمت؟ والموية بقت تجيك طايرة من غير ما تطلب ذاته، فهمت؟ برضو ما بينفعك، لأنك كافر بالله سبحانه وتعالى، ما عندك أي علاقة مع الإسلام، ولا أنت ما فاهم الشيوعية والإسلام ذاته، فهمت؟ وده موضوع طويل جدا، أنا ما دار أطول فيه. طيب قال كم أبناء نبي الله نوح الذين كانوا معه في السفينة بعد الطوفان؟ والله أنا ما أدري اللي كانوا مع نوح، لكن البهمنا يا أخواننا ما عدد أبناء نوح عليه السلام الذين كانوا معه في السفينة، الذي يهم كيف نجا نوح عليه السلام من هذا الطوفان. ده بينفعك، لأنه من أبناء نوح من مات بشنو؟ بالطوفان. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل شنو؟ غير صالح. فإنت اللي بهمك العمل الصالح اللي بيلحقك بنبي الله نوح عليه السلام، نقدم الشيخ أبو بكر.